هنشوف النهارده مع بعض طريقه عمل الخشاب في البيت بطريقه مبتكره وفيها حاجات جديده خالص اول مره تشوفوها. اتمنى نحط لايك كتير في الفيديو للفيديو ده، ويلا بينا وصوما مقبولا وافطارا شهيا. ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين ومع جيجي دايما متجمعين. النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقه عمل الخشاف في البيت بطريقه سهله قوي، عشان في عرايس جداد مش عارفين يعني ايه خشاف. ده شويه فاكهه كده مجففه بنعملها بطريقه حلوه قوي. اولا بتجيبي قمر الدين، بناخد قطعه منه، مش بناخده كله، قطعه بس منه، مش اوعي تحطي اللفه كلها يعني، لحسن الراجل يزعق مننا بقى ويزعل ان انت بتاخدي اللفه في مره واحده. هننزل عليها بميه مغليه، ودي بتساعد على انها تفك معايا بسرعه، يعني نص ساعه او ساعه بالكتير قوي قوي، وتلاقيها اتحولت معايا العصير وبردت طبعا الميه وبقت ميه عاديه خالص. طيب بيحصل ايه بعد ساعه؟ اولا الكميه قد ايه يا جيجي اللي انت حطيتيها؟ بصي اللفه اهي، انا واخده منها ربعها بس، ده ربع اللفه، الربع اللفه حطيت عليه نص لتر من الميه. لو هتحطي نص اللفه حطي عليها نص لتر كامل من الميه، تمام؟ هستنى بقى عليها ونشوف كده بعد ما خلصت بيبقى شكلها ايه. بقى شكل الايه قمر الدين بعد لما داب كده اهو معايا بالشكل ده، تمام، ما فيهوش خلاص اي تكتلات. انا زودت حته من قمر الدين وزودت عليها كمان شويه ميه بالشكل ده اهو. بصوا بقى طبق الديناميت ده، بصوا بقى، اولا الاساسي معانا البلح، طبعا البلح ده مغسول ومتنشف، مغسول ومتنشف، تمام، بلح، تمام اهو بلح، يعني انت لو بليتيه وحطيتي شويه بلح بس حلو قوي، نعمه فضل وعدل، تمام اهو مع لفه قمر الدين. فالاساسي بتاعنا البلح. تاني حاجه معانا، ادي معايا ايه؟ معايا المشمشيه الجميله اهي، معانا القراصية. المشمشيه ده اللي هو مشمش بس متجفف، القراصية اللي هي برقوق بس متجفف، تمام. التين ده بقى اللي هو التين، اللي هو التين البرشومي بس متجفف برضو، شايفين التين ابيض وجميل ازاي اهو. دي الخشاف ده اللي كنت جايباه من عند المتوكل، الحاجات دي. وده الزبيب الايراني، نحط برضو الزبيب اللي هو ايه العنب المجفف، تمام. في بقى حاجه كده افتكاسه جديده كده هجربها معاكم اول مره، دي مانجا، شرايح مانجا مجففه، تمام، هجربها كده معاكم. دي برضو هتنفش وهتبقى حلوه قوي، هتبقى شرايح مانجا. ودي فراوله مجففه، تمام، بصوا ناشفه خالص كده اهو بالشكل ده، هنحطها برضو هتنفش وترجع صبحه خالص. الحاجه بقى اللي انا بحبها قوي مع الخشاف شويه كده صغيرين من ده اسمه ايه؟ اسمه عين الجمل، شويه عين الجمل. ده بقى وجبه متكامله، ولا اكل ولا شرب ولا بحط سكر ولا بحط اي حاجه، انا بعتمد على السكر اللي جوه الفاكهه لما بينزل، تمام، والفاكهه دي هتضاعف حجمها وهتزيد، فهيبقى بقى حاجه كده ديناميت. انا ما بحطش السكر، انا بعتمد على السكر اللي موجود. يعني واحده زي كده عامله عمليه التكميم تاخد لها طبق من ده كده، شكرا، قفل معاها، بس كله بقى قيمه غذائيه عاليه. احنا من اقل اكل بنشبع، اقل اكل بتشبعي جدا جدا جدا، وبعدين كله فيتامينات وبيحافظ على المعده، يعني مش هيتعب معدتك في اي حاجه، ما فيهوش لا دهون ولا سكريات عاليه ولا اي حاجه، السكر طبيعي بتاع الفاكهه. بقى لحد لما الفاكهه بقى تنفش كده وتطرى كده، ونقدم مع بعض الطبق ونشوفه بقى خد معايا وقت قد ايه، ونقدمه مع بعض وبألف هنا وشفا. استنوني وحطوا لايك، اللي ما حطش لايك بالله عليكم بقى حطوا لايك كتير، عشان في ناس كتير ما بتعرفش تعمل الحاجات دي وتتعلم مننا. كل سنه وانتم طيبين. هذا شكل كده الخشيف بتاعنا بعد ما ايه، بعد ما عدى عليه شويه كده اهو اهو. بصي التين معانا، بصوا نفش معانا ازاي، طري ازاي. بصوا الفاكهه اهي، دي الفراوله، دي المانجا اهي طريت خالص زي ما انتم شايفين الشرايح. عايزه اوريكم كمان، ادي المشمشيه اهي، والزبيب، بصوا والزبيب، يعني كل الفاكهه معايا طريت، وده كمان بقى طري معايا، تقدري ان انت تاكليه مش مقرمش. يعني الناس اللي هي اسنانها تعباها شويه الحاجات دي مش ما فيهاش مقرمشات. البلح اهو طري معايا خالص، والميه كمان بقى ليها سمك شويه، ما بقتش خفيفه، بقت تقيله كده شويه. طبعا انت لو حابه ان هو كده كويس تمام، لو حابه تزودي سكر زودي. هنقدمه بقى في كاسات كده اهو، تمام، هحط كده اهو من كل حاجه. وادي القراصيه اهي نسينيها، بصي نفشت معايا ازاي،
بصي نحط بقى من كل انواع الفاكهة بقى كده اهو، نقدمها يعني. دي اللي مش عايز يتسحر ياخد كوباية من دي كده، وبألف هنا وشفا يعني تحفة. تمام، هصب بقى الكوباية واقدمها لكم. شكل الخشاف بتاعنا بعد ما خلصناه بالشكل الجميل ده. اتمنى النهارده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون كمان نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش احلى لايك لاحلى شيجي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في ابهار جديد من مطبخ شيجي على قد ايدي. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. جيجي مع السلامه.